مساء الخير نحييكم في حلقه جديده على الهواء بالتاكيد الحادث الذي يهيمن على الاحداث يسيطر على المشاعر هو الحادث المأساوي المتعلق بعنوان نستخدمه دائما الهجره غير الشرعيه بكل ضحاياها بكل ماسيها بكل مصائبها اعتدنا استخدام هذا العنوان وكأنه عنوان تقليدي يعني خلاص اتعودنا عليه مع ان هذا العنوان بيحمل بداخله آه الاف الضحايا بالاضافه الى حالات الاحزان والغم والنكد في عدد كبير من البيوت كمان بيحمل عناوين للفساد سماسره الموت واللي بيساعدوهم السمسار ده اللي بياخذ اموالا من المواطنين واللي بيساعده سواء من جهات الدوله اللي بتتسطر عليه او اللي عرفاه وما بتواجهوش وما بتحاربوش ولا تقدمه الى المحاكمه بالاضافه الى مسؤوليه اجهزه الدوله نفسها العنوان ده اللي كل اسبوع او اسبوعين نستيقظ على مصيبه او كارثه جديده متعلقة به في خمس أضلاع أساسية واحد مواطن مواطن كده عايز يسافر الأهداف عنده مختلفة في ناس بتحلم بالسفر إلى أوروبا بتشوف زملائها جيرانها بعتن لهم صور من إيطاليا من أسبانيا من اليونان من مالطا اللي هي الدول اللي بيسافروا اليها من خلال البحر فينبهروا جدا بهذه الصور بهذه المجتمعات ويقولوا لا احنا عايزين نساف بيشوفوا كمان زملائهم جيرانهم الذين نجوا بيبعتوا فلوس لعوائلهم بيبنوا بيوت احوالهم الماديه بعضهم يعني بتتحسن لكن الجانب الثاني ما بيشوفوش خالص اللي هو الناس اللي بتموت في قاع البحر البحر اللي بيلتهم اعدادا كبيره من المواطنين في طبعا عدد كبير من المواطنين عندهم احباطات معيشيه عندهم اسباب اقتصاديه وحياتيه بتدفعهم الى الموت وسمعت منهم كثيرا اللي يقولك انه اموت في البحر وانا بحاول احسن ما اموت وانا قاعد على القهوه بلعب طاوله ده جانب في جانب تاني عائله العيله لانه كمان هتلاقوا في اعداد كبيره من اللي بيسافروا تحت السن يعني ينطبق عليهم قانون الطفل يعني اطفال الطفل ده اللي بيدفع له الفلو الفلوس هو الاب في احيانا بيبقى الاب مش موافق لكن رغبه الطفل الملحه وبيقول له أنا هجيب لكم فلوس وهحسن لكم أحوالكم، شوفوا فلان عمل إيه في البلد وشوفوا علان عمل إيه وجاب فلوس وحسن دخل عائلته، وفي أب كمان بيبقى موافق وبيستثمر ابنه وده أبشع أنواع الاستثمار، يعني يقول لما خلاص الأحوال سيئة متدنية والإحباطات المعيشية كتير انا هطلع ابني على البحر ويطلع ابنه على البحر يمكن انه ينجو ويمكن انه يموت في قاع البحر الطرف الثالث انا بقول لكم الاضلاع المهمه ليه لانه يبدو اننا وكاننا كنا نتوقع حادثه جديده فسجلنا تحقيقا تلفزيونيا حتشوفوه ربما هو الاول من نوعه في ايطاليا ذهبنا الى بعض المدن اللي فيها عدد كبير من الاطفال واخترت ليه الاطفال تحديدا؟ لان مع الاطفال بيزداد عمق الماساه. تخيل بقى انت الطفل اللي هو مكانه، مكانه يبقى دفء العائله، دفء المنزل، احضان الاب والام اللي هو مكانه انك تقعد تخطط له كده مستقبله هيبقى ايه؟ اللي هو احيانا لازم يلعب شويه لانه طفل ده سنه. واحيانا لازم يتعلم شويه علشان تجهزه للمستقبل مع الاطفال الماساه بتتضاعف. يعني عايز اصدمكم من خلال التحقيق التلفزيوني اللي هتشوفوه ان شاء الله بعد ما ننتهي منه سجلنا في اكثر من مكان وهنسجل لسه في اماكن مختلفه ومتنوعه عن الاطفال المصريون عنوانه كده الاطفال المصريون في ظاهره الهجره غير الشرعيه انتوا عارفين وصلوا 65% من القصر اللي بيدخلوا اوروبا من المصريين يعني شوفوا احنا عندنا الرياده الكبيره 65% من اعداد من هم تحت سن ال اللي بيدخلوا الدول الاوروبيه في الهجره غير الشرعيه من المصريين يعني احنا حققنا نتيجه كبيره في هذه الماساه يعني كنت اتمنى ان احنا نحقق نتائج كبيره لكن في الانجازات وفي الانتصارات لكن للاسف الشديد يعني بصدمكم بهذا العنوان وهو عنوان وفقا للاحصاءات التي حصلنا عليها واللي هنجيبها لكم ايضا في التحقيق التلفزيوني المتنوع اللي هتشوفوه من خلال تسجيلنا مع عدد كبير من الاطفال والمسؤولين في عده دول اوروبيه عن ظاهره سفر المصريين الى الشواطئ الاوروبيه من خلال البحر. نصهم بيموت في قاع البحر والنص بينجو ده يعني الـ الـ الاحصاءات المتفائله ممكن يكون الاعداد اكبر من ذلك بكثير فبنقول إن الطرف الثالث بعد كده اللي بيدخل في هذه القضيه احنا قلنا مواطن وعيله بتوافق له وثالثا سمسار سمسار الموت ده بقى يعني اللي هم السماسره اللي بيتكسبوا من هذه الظاهره واتضح انهم مربوطين ببعضهم البعض واتضح زي ما هتشوفوا ايضا في التحقيق التلفزيوني انها ان انتوا امام مركب بتودي لمركب تانيه بتودي لمركب ثالثه بتودي لمركب رابعه وبتوديهم بعد كده اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش آه، كمان في الطرف اللي بعد كده وهي الحكومه المصريه آه، يبقى مواطن وعيله وسمسار موت والحكومه المصريه الحكومه المصريه اللي واحد ما زالت عاجزه حتى الان عن التعامل مع احلام شباب واطفال وعائلات محبطه معيشيا واقتصاديا بطاله قاتله بالاضافه الى عدم وجود افكار لاستيعاب طاقات الشباب وكمان الاهم من كده انه الحكومه عاجزه عن مواجهه الضلع الثالث اللي هو سمسار الموت بل احيانا في جهات حكوميه تتحالف معهم باشكال مختلفه فساد منتشر ومستشري وبالتالي الحكومه مسؤوله واحد انها معالجتش الاحباطات المعيشيه عند الناس واثنين انها كمان بتتستر على سماسره الموت او بتعجز عن مواجهتهم الطرف الخامس اللي البعض ممكن يقول لك وهم مالهم هي الدول الاوروبيه اللي بيحلم الشباب انهم يوصلوا لها لا هم هذه الدول مسؤوله مسؤوليه كبيره وده اللي عبر عنه زي ما هنسمعكم بعد قليل الرئيس السيسي في كلمته امام الامم المتحده في الاجتماع اللي عقد من اجل قضيه اللاجئين وقال يعني ربما اهم كلمه في الكلمات وحمل الجميع مسؤوليتهم من بينهم الدول الأوروبية اللي بتتعسف يعني بتتعسف في منح التأشيرات وبتتعسف في استيعاب أحلام البعض مع أنهم مسؤولين مسؤولين عن الكوارث الاجتماعية والاقتصادية اللي حلت بدول المنطقة ربما هم اللي صنعوها من خلال الحروب والأزمات والفتن التي أشعلوها في كل مكان يعني هم الوقت بيتعاطفوا مع اللاجئين القادمين من سوريا هذا التعاطف لان عندهم يقين انهم كمان مسؤولين عن الازمه وعن الماساه اللي بتحدث في سوريا وفي العراق وفي افغانستان وفي الكثير من الدول المنكوبه فاحنا بنتعامل مع هذه القضيه لازم نضع الاطراف الخمسه في الاعتبار مواطن عائله وتقعد بقى انت تسال نفسك طبعا ما هي العائله اللي يمكن ان تدفع باطفالها الى الموت بهذا الشكل ويبقوا عندهم عارفين ان احتمال ان ابنه يرجع له قليل قليل احتمال قليل جدا لما تشوفوا المركب اللي بيعتليها واللي بيستخدموها في, في الانتقال اللي هيشوفها كده وهتسمعوا من بعض الاطفال اللي قابلناهم في ايطاليا من خلال التحقيق التلفزيوني وهو بيقول انا اول ما شفت اهي دي صوره من التحقيق اللي هتشوفوه وسالنا الاطفال كلهم تحت سن ال18 سالناهم عن كل جوانب الماساه انا قلت نذهب اليهم في منطقه الحلم يعني خلاص دول نجحوا للوصول للشواطئ الاوروبيه هتسمعوا انتكاسات ومصائب وكوارث وحصدمكم أكثر وهقول لكم إن بعض الأطفال المصريين للأسف الشديد بيضطروا للعمل ويتم ضبطهم في قضايا شذوذ جنسي ومخدرات زي ما هتشوفوا أيضا وهتتتبعوا ومش هنخفي حاجة ومحدش هيقول أصله ده يعني هيسيء لسمعة مصريين لا ده ده محاولة لإنقاذهم ومحاولة لمواجهه هذه الظاهره بوضوح قلنا نذهب اليهم في اماكنهم الاماكن اللي تمكنوا من الوصول اليهم وهنسالهم بعد شويه انتوا حققتوا احلامكم طب بتعملوا ايه هنا طب بتشتغلوا ازاي وحتسمعوا منهم عبارات تعبر عن الذل وعن الاهانه لكن كمان الناس بتسمعهم وبتسافر المصيبه ان الناس بتسمعهم والناس بتشوف عناوين الموت حتى واحنا بنتكلم دلوقتي في سماسره يعقدون الصفقات من اجل تسفير اعداد كبيره من المواطنين حيسافروا الجميع مسؤولون الاضلاع الخمسه المواطن والعيله والحكومه وسمسار الموت والدول الاوروبيه اللي بتصنع ازمات اقتصاديه ومعيشيه في دولنا وبعد كده تسال نفسها هي الناس دي بتجيلنا ليه بهذه الاعداد الكبيره عايز افاجئكم كمان انه اكتشفنا انه بعض الدول الاوروبيه الاطفال في المصريون ليه بي يذهبون الى ايطاليا تحديدا هي الاكثر ايطاليا بتعلمهم اذا انت طفل هتعلمك هتدي لك بعد كده اوراق علشان تستطيع الاقامه وده تمهيدا للحصول على الجنسيه بعد ذلك لكن اكتشفت كمان ان كل سلطات الدول الاوروبيه بتاخذ اموالا من الاتحاد الاوروبي مقابل ده حتى بتصور المهاجرين وهي جايباهم من الشواطئ وبتقدمها للاتحاد الاوروبي احنا بنتحمل اعباء ضخمه وبنستقبل مهاجرين ولازم تدوا لنا فلوس وبياخدوا تخصص لهم اموال من اجل ذلك علشان كده كنت اعتقد ان سلطات هذه الدول يعني اقول ايه ده بيعلموا الاطفال وبي وبيطبقوا كل هذه المواثيق لكن ده كل ده من اجل الاموال التي يحصلون عليها مقابل ذلك. يبقى انت امام عناوين كلها كلها تشتم منها رائحه المصالح سواء كانت متعلقه بالدول او بال... بالسماسره او حتى العائلات اللي بتصفر ابنائها. العيله لما تشوف اللي بيحصل في البحر هذا البحر تحول إلى قبر مفتوح للشباب. إزاي يمكن إنك تقعد تسأل نفسك كيف يمكن للأب أن يوافق على سفر ابنه وهو اللي يدفع له الفلوس كمان. لكن كمان علشان نبقى نكون منصفين طب فين الأب الأكبر؟ الحكومة اللي هي يجب أن تكون مسؤولة عن مواجهة الإحباطات المعيشية والاقتصادية هي فين؟ آه الحكومة ليست موجودة نهائيا في هذه القضية آه مش موجودة بل بالعكس كمان بتساعد آه سماسرة الموت. هنتابع معاكم هذه القضية وتعالوا آه نشوف تفاصيل الحادث المأساوي الذي لن يكون الأخير. أوعوا تعتقدوا انك بعد هذه الصدمة وبعد انزعاج المجتمع كثيرا ما انزعجنا. وكثيرا ما غضبنا لكن بعد ذلك بينتهي كل هذا الغضب وكل هذا الانزعاج ويستمر مسلسل موت شبابنا وموت عائلتنا وموت اطفالنا في البحر